كما وأشار الدكتور محمد عبد الغفار سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الفرنسية خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أشار إلى أن المواطن البحريني أثبت اهتمامه الكبير بالمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وذلك من خلال مشاركتهم الكبيرة والفاعلة في انتخابات 2022. أقدم خالص التحيات إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء على نجاح هذه العملية الانتخابية الكبيرة، حيث أثبت المواطن البحريني بأنه يهتم كثيرا بالمشروع الإصلاحي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم، حيث أن نتائج التصويت في المرحلة الأولى كانت نتائج كبيرة، والسفارة هنا في فرنسا قامت بالاستعدادات اللازمة كما في المرحلة الأولى، وكان الإقبال واضحا من المواطنين البحرينيين، حيث هناك مجموعة من الطلبة والسواح الذين يتواجدون عموما في هذه المدينة المهمة باريس، كانوا حريصين على القدوم إلى مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم من 8 صباحا حتى 8، وكانت الأصوات طبعا كثيرة